تعرفوا كنت بتابع الأحداث في نيوزيلندا واللي حصل والنتج عن ده طبعا هي كانت فاجعة كبيرة جدا، لكن مترتباتها كمان يمكن كان فيها شوية حاجات خلتنا أقف عندها كتير. إيه اللي خلى الحدث يحصل؟ إيه اللي خلى امبارح مثلا في 5 مساجد في بريطانيا أيضا تعرضوا لهجوم؟ ايه الحوادث دي؟ ليه تكررت الفترة اللي فاتت او ليه بتتكرر اصلا؟ هو شخص لا يتقبل الاخر، يعني شخص واقف عند مرحلة انا وبس، شخص واقف عند مرحلة ان انا ومن بعدي الطوفان، انا لا اقبل من يختلف معايا حتى في لون بشرتي، حتى في ديني، حتى طبعا في ديني دي يمكن شوية، لكن وصلت المفارقات العجيبة اللي الواحد يشوفها في موضوع الاختلاف، ان مجرد لون البشرة يخليه يتعامل مع الاخر حتى لو من نفس دينه ومن نفس بلده لكن اختلاف لون البشرة يخليه يتعامل معاه بعنصرية. الاختلاف الكتير ده سببه ايه؟ مثلا سببه هل تربية معينة؟ هل ثقافات معينة؟ هل احنا بالفعل ما تربناش على الصحيح مش هقول بقى من الدين اكتر ما اقول من البشرية الانسانية؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني ولو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني هو دي سنة الحياة ما تلعبوش فيها، بس برضو تلاقي ناس مش مقتنعة وتختلف الاختلاف الصادم العنفي اللي هو بيؤدي إلى المقاطعة الشديدة جدا جدا والتصادم اللي ما فيش بعده اتفاق. ده يعني نظرة على الموضوع من البداية. أنت شايفة من البداية إيه؟ يعني أنا بدي أعقب على كلامك، وأول شغلة لازم يعني حابة أسلط الضوء عليها هو موقف رئيسة وزراء نيوزيلندا. لو إحنا لاحظنا أنه خلال الأسبوع الماضي كان في يعني إصرار شديد منها على تحسين صورة نيوزيلندا أمام العالم أو الحفاظ على صورة نيوزيلندا أمام العالم، يعني هي كانت مركزة على إظهار حتى كل تفاصيل الدين الإسلامي، من ارتداء الحجاب، من طبعا رفع الأذان في نيوزيلندا، من التضامن، حتى خلينا نقول المبالغ فيه مع المسلمين. هذا بحد ذاته بخلينا نوقف نحاول يعني نسأل نفسنا سؤال، هي ليش مصرة كل يعني هذا الإصرار المبالغ فيه والملاحظ لكل العيان أنه تحسن صورة الدولة أمام العالم أو تهتم بتفاصيل المسلمين؟ هي يمكن حاولت تتفق يا داليا معاهم. صحيح، يعني أنا هتفق معاك هي عشان أعدي الأزمة. حاولت خلي بالك فيروز، حاولت تظهر صورة جديدة، ربما المواطن الآخر في الغرب ربما مش الكل بيعلمها عن الإسلام. هلأ في أمور كثيرة تضافت، منها العوامل التاريخية والتاريخ والصراعات الأزلية والقديمة ما بين الإسلام والمسيحية والديانات الأخرى، أيضا صورة السلبية اللي نقلها بعض المسلمين. ما بدي أعمم، مع الأسف في بعض المسلمين نقل كتير صورة سيئة عن العالم الإسلامي. هلأ لو سألت كتير من المواطنين في الغرب شو بتعرف عن الإسلام، أول كلمة راح ينطقها الإرهاب. يعني وصم، كأنه وصم المسلم بأنه إرهابي. هلأ هاي كلمة الإرهاب بدنا نحاول نقف عندها، شو اللي وصل هاي الصورة السلبية لدى المواطن في الغرب إنه المسلم إرهابي؟ أولاً ما بنختلف إنه في عوامل داخلية داخل البلد نفسه زي ما ذكرنا، سواء كانت تنشئة أو ثقافة أو حتى عوامل تاريخية أو أحقاد تاريخية، خلينا نقول إذا صح إنه نسميها أحقاد تاريخية. ثانيا تصرفات وسلوك بعض المسلمين زي ما قلنا برضو نقلت هاي الصورة النمطية. ناهيك عن أنه برضو يعني الشخص أو الأسترالي منفذ الجريمة ربما أحيانا يعني لا نستطيع أن نقول أنه كل الأستراليين هو يمثلهم، ربما يكون عنده هو أحقاد شخصية. كل هاي الأمور، التاريخ، الثقافة، الصورة السلبية اللي الناتجة عن سلوكيات بعض المسلمين، هاي كلها عوامل تتضافر لخلق أو ربما تساعد في خلق مثل هاي الأزمات. بس لازم نوقف. ذكرت النقطة بتاعت اللي هي رئيسة الشرطة، سواء رئيسة الشرطة أو رئيسة الوزارة، هي حاولت إن هي تعمل نقطة اتفاق، نقطة اتفاق وتخلق صورة جديدة، تخلق صورة جديدة عن المسلم غير اللي هي منتشرة. احنا مع الأسف يمكن في العالم الغربي الصورة السائدة، ما بدنا نقول إن هي كلية، الصورة السائدة عن المسلم إنه هو مرتبط بالإرهاب. هلأ السؤال المهم إنه شو هو السبب الأساسي اللي خلى دائما لفظ المسلم مرتبط أو مقترن بلفظ الإرهاب؟ بدنا نحاول نسلط الضوء على أهم العوامل اللي فعلا
رسمت هاي الصورة الخاطئة عن الإسلام والمسلمين لدى الغرب. استاذة دالية، على الرغم من خطأ بعض المسلمين في إيصال هذه الصورة، لكن أيضا الإعلام اختزل الصورة بشكل أكيد كبير. أكيد جداً. أتفق معك. لا نستطيع تبرئة الإعلام الغربي، يعني لما بتشوفي على مستوى صورة المسلم والعربي، لأنه طبعا في الثقافة الغربية للأسف أنه الإسلام ارتبط فقط في الثقافة الشرقية، وهذا كان شيء خاطئ. على سبيل المثال كانت دائما تظهر بصورة سلبية جدا، حتى على مستوى في الأفلام، يعني مش بس في الإعلام السياسي أو في الإعلام الثقافي. فهذه الأفلام هي اللي بتأثر في المجتمعات الغربية بشكل أو بآخر. من الطبيعي جدا يعني أنه تظهر صورة الإسلام بشكل مقترنة بالإرهاب بشكل أو بآخر. سأنا برضو تعقيبا على كلام فيروز، يعني مسألة أنه محاولة رئيسة الوزراء نيوزيلندا تحسين صورة الشعب النيوزيلندي أو الدولة النيوزيلندية، أنا بشوف صراحة أنه كان موقفها هي والشعب موقف واعي جدا هنا، يدل أكيد. لدرجة أنه أنا عم بحاول قدر الإمكان الآن أقرأ من جديد عن ثقافة الشعب النيوزيلندي، وما زلت أبحث وأقرأ حول هذا الموضوع، ما الذي خلق هذا النوع من الوعي عند هذا الشعب. لاحظوا خذوا بالكم، بالنهاية هذه الجريمة والمذبحة من ارتكبها هو شخص غير نيوزلندي فعليا، شخص نعم أبيض لكن متأثر أسترالي، متأثر بثقافات أخرى، تنبث في ذهنه نعم عدة ثقافات مركبة أخرى، فكرة تفوق العرق الأبيض بشكل أو بآخر، فكرة تهديد كل من هو دون العرق الأبيض، وليس فقط دون ديانته وإنما دون من هو عرق دون العرق الأبيض، في نوع من التهديد عليه هو شخص. على فكرة أنا حتى لما قرأت بالمناسبة عن هذا الشخص من خلال البيان اللي هو نفسه صرح فيه ونشره، واضح جدا أول شيء هذا الشخص لم يتلقى تعليم، ما أكمل دراسته، لم يتلقى دراسة جامعية، إنسان عادي، هو نفسه يصف نفسه بهذا البيان أنه أنا إنسان عادي، ابن أسرة عادية. إذن بالنهاية هو إنسان ما عنده هذه الثقافة المتكاملة، إنسان عادي جاهل، وفي الأول الأخر يتأثر لم بكل يقبل شيء. الآخر هو اللي خلاه يحصل معاه كده، هو عدم جهل، مش قادر جهل. مش قادر هو الجهل بدينه بعرقه بدنيته بوجوده، ما قبلش الآخر. هي دي يمكن اللي نفسي عايزين نتكلم عليها، حتى ان احنا نرجع للموضوع شويه، نعمل فلاش باك بعيدا عن الحس، هنرجع لها تاني. هو فكره احنا تعودنا او تربينا ان الاختلاف ده هو ايه الاختلاف، يعني انا ضد فيروز، انا ضد داليا، انا كده مختلفه معها. لا، هو الاختلاف هو التنوع. فيروز ليها راي، داليا ليها راي، فاطمه، اسراء، عكس الخلاف. احنا عندنا بنعمل ميكس بقى، احنا مختلفين، اذا ما بيننا خلاف، ما بيننا مشكله. انا مختلفه مع اسراء، يلا بقى احنا اخر النقاش ده هنوصل لفين؟ هي لا تتمسك برايها ولا انا اتمسك برايها ولا نتخانق في الاخر؟ هيحصل يا مقاطعه يا خناق يا هنشد شعر بعض عادي. يعني ده اللي بيحصل. فاحنا فعلا اللي كانت بتقوله فيروس البدايه، هو السنه والطبيعه البشريه ان يحصل اختلاف. انا بتخيل فعلا والله وانا بقرا في الموضوع، احنا لو كلنا كنا شبه بعض، لسان واحد ولغة واحدة وثقافة واحدة، هيكون الأمر مش طبيعي، هيبقى ممل بالضبط، هنحس بملل، هنحس ان انا يعني حاسه ببيئة مش طبيعية. حتى لما جينا احنا كلنا هنا في تركيا، تنوع الثقافات. كنت لسه بقول لفاطمة واحنا جايين في الطريق، بقول لها انا مبسوطة مجال اعلام فتح لنا ابواب ان احنا نشوف جنسيات اخرى، ثقافات اخرى، افكار اخرى. فهو هنا ده اللي بيقولوا عليه الباب نفسه والنقطة المفصلية، ان احنا بنفهم معنى الاختلاف ان هو مشكلة. انا وانت مختلفين مع بعض، يبقى انا وانت اعداء. احنا اصحاب، احنا اصحاب مع بعض، وندردش مع بعض، نتكلم مع بعض، نكمل بعض، ورأي صواب يحتمل الخطا، ورأي الخطا يحتمل الصواب، بس بنرجع مع بعض احباب. يعني دي محتاجين فعلا نبداها في الاول عشان نفهم الناس فكره الاختلاف، مفهوم الاختلاف. صحيح، احنا مش اعداء يا جماعه. حتى كنت لسه برضو بحكي لفاطمه بالعوده لنيوزيلندا، انا صاحبتي في نيوزيلندا، هي طالبه جامعيه وبتدرس، وهي ام في نفس الوقت. النهارده الشرطه راحت لها على الباب شقه، بيطمنوا عليها وبيقول لها طمنينا عليكي، واحوالك عامله ازاي، هل بتشتكي من اي شكوى، في حد بيضايقك؟ احنا موجودين هنا عشان نطمنك، وتليفوناتنا اهي، لو حصل اي حاجه طمنونا، وبعتوا لنا رسائل. وخاصه لما عرف ان هي مسلمه، قال لها في حد بيضايقك بسبب الحجاب بتاعك؟ فقلت له لا الحمد لله انا كويس. بالعكس، ده في حمله للحجاب دلوقتي موجوده في نيوزيلندا للتضامن مع المسلمين. فأظن ده يعني أرقى مثال للتقبل الآخر والاختلاف وجهة النظر. إيجابي. بس أنا عودا على بدء على الشيء اللي قالته الآن فيروز، وإضافة للشيء اللي قلتي من الناحية النفسية، أكثر شغلة بتمانع أني أنا أتقبل الآخر هي الأنا. تذكر أنت شو قلتي بالبداية؟ قلتي أنا 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 أنا، هي نفس الأنا اللي منعت أصلا إبليس أنه يسجد لسيدنا آدم. فلما أقول أنا اللي أفهم، أنا اللي ما بغلط، أنا الرأي اللي يسمع، ساعتها أنا أصلاً حطيت مليون حاجز قدام الآخر أني أنا أسمعه وأتقبله أو كذا.
كنت عم بسأل الطلاب، سألتهم شو أكتر شيء أنتوا بيلفت نظركم بالأستاذ لحتى تسمعوا له؟ قال إذا بيّن أفهم منه وأزكى منه بنسمع له، إذا ما بيّن حاله بالثواني الأولى أزكى وأفهم منه خلص بلوك، يعني أنا أفهم منه. فتخيل إذا هذا هو الرد، إذا أنا أفهم منه معناها أنا سكرت طريق للتقبل تماما. بتعرفي انت هيك احلتيني لمساله الدي ان اي ودراستي، لانه كان دراستي الاكاديميه هندسه جينات. اذكر طبعا في احد في بالمناسبه كان في تجربه حتى نشرت عن طريق الاعلام، تجربه على مستوى الدي ان اي، سالوا مجموعه من الناس، عملوا لقاء مع مجموعه من الناس حول انت لماذا، يعني انت شو اصلك ولماذا تشعر نفسك او ما الذي تشعره اتجاه نفسك واتجاه الاخر. فكثير من الناس مثلا كانت تحكي انا بعتز باصولي الانجليزيه، انا بعتز بأصولي التركية أو أصولي الأفريقية. في بعض الناس جاوبت أنه أنا بشعر نفسي نعم أنا متفوق على الآخر والآخر ما بيفهم، خصوصا طبعا الناس اللي بتنتمي لدول متقدمة حكوها كثير من الناس بصريح العبارة أنه أنا بشعر نفسي أنه أنا اللي بفهم، أنتوا ما بتفهموش، يعني أنتوا دول عالم آخر. فلما عملوا تجربة، أخذوا طبعا عينات منهم كلهم، عملوا تجربة الدي أن أي، فتم كل واحد اكتشفوا عنده انه هو الدي ان اي تبعه عبارة عن خليط من عدة اعراق، لدرجة انه في كثير من الناس اللي صرحت بكرهها لعرق معين اكتشفت انه هذا العرق موجود ضمن جيناتها. فتخيلوا الفكرة، تخيلوا الفكرة لو انه احنا فهمنا انفسنا بهذه الطريقة، انه احنا انفسنا عبارة في داخلنا في كينونتنا عبارة عن تنوع واختلاف بشكل، او في داخلنا تنوع ثقافي وعرقي وتنوع جيني نحمل في داخلنا، احنا فعليا عبارة عن هوية عالمية. كيف رح تكون طريقة تعاملنا مع الآخر؟ هذا الشيء ذكرني كمان بأحد دكاترتي اللي درسوني في الجامعة، الله يذكره بالخير، بظني بحكي له هذا الشيء. في كان مرة نقاش طالبة ماستر كانت زميلتي، فذكرت مصطلح بيور جوردانيان. بيور جوردانيان يعني العرق الأردني الصافي. فإجا هو إيش قالها؟ قالها جاوبها، طبعا هي كانت طالبة ماستر وفي المناقشة، قالها بتعرفي انه انا رح ارسبك على هذه الكلمة، مع انه انت بحثك كان رائع جدا والدراسة اللي انت قمتي فيها رائعة جدا. قالت له لا، قالت له ليه؟ قالها بيور جوردانيان، اول شيء بالعلم لا يوجد شيء اسمه بيور، بيور هذه لغة الشارع وليست لغة العلم. فالفكرة في الموضوع انه احنا لو فهمنا انفسنا بهذه الطريقة انه ما في شيء اسمه عرق صافي، وبالتالي برضو ما في شيء اسمه ثقافة صافية. انت لو بتشوفي حالك كل دولة فينا فعليا عبارة عن يعني خليط من الثقافات، خليط من الحضارات، خليط كانت التجارة العالمية مفتوحة، وبالتالي كل منا تأثر فعليا بثقافات مختلفة. لو قرأنا انفسنا بهذه الطريقة بعتقد فهمنا للآخر يعني رح يكون مختلف. ممكن نسمعه في الخصوص ده اللي إسراء قالت. كمان موضوع الحوار، يعني الحوار، إحنا لو كان في حوار صحيح، لو في حوارهن حوارهن برنامج حيتحمل المسؤولية. لكن بجد بجد الحوار كمان مفروض يدار بشكل يعني أكتر وعي. الناس بتتكلم مع بعض وفي النهاية يا إما بيضربوا بعض يا إما بيتعصبوا على بعض يا إما أقل حاجة كل واحد بيتصبب عرق عشان بس الآخر يقتنع بوجهة نظره. طب ليه؟ طب ما هو صاحب وجهة نظر أيضا. هي الفكرة إن إحنا نرجع لمفهوم الحوار. ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى والذات العليا، حاور الأنبياء، حاور الملائكة قبل الأنبياء، وحاور الأنبياء، حتى إبليس حواره، حتى حاور البشر، حتى البشر يتسألوا ويسألوا الله عز وجل. الآيات كتير، لما صحيح. خلقتني لما جعلتني أعمى كنت بصيرا، تساؤلات كتيرة صحيح، وهكذا يعني تساؤلات كتيرة في القرآن الكريم من بشر عادي ومن بشر عاصي. إذن موضوع الحوار إحنا لابد إن إحنا يعني يكون له سمت جديد صحيح، يعني كل واحد فينا يبقى عامل حسابه ان مش شرط الاخر يقتنع، هو بيبين وجهة نظره، وقد يكون زي ما انت قلت يا شيماء الاخر هو الصواب. ليه لا؟ طب ما انا احط نفسي مكانه. انا اقول لكم على حاجه، في شخصيات لو احكي لكم عن هذه الشخصيات هتقولوا استحاله نتفق معاها شكلا وموضوعا ومضمونا. يعني مثلا عندنا شخصيات، مثلا شخصيه راقصه، في اكتر من كده راقصه حاولت تعمل برنامج، هدول بيجوا لعنا بنحاولهم نقعد ما في يعني مش طبيعي، اصلا مرحله مع نفسها صعبه قوي قوي. الشخصيه دي حبت تعمل برنامج رمضاني ديني فهوجمت بشكل غير عادي صحيح. يعني هي يا جماعه صحيح. يعني يوم ما تبقى تعمل حاجه صح تهاجموها، نهاجمها. طب ما هي نفسها تتحط في الحته دي. طب يمكن لو هي اتحطت في الحته دي دلوقتي هتحس
بيها أكتر من كونها مثلا في مكان معصية أو مكان هي طالما تخلت عن هذا المكان وراحت لمكان آخر يبقى هي مش لاقية نفسها في ده، فلعل وعسى تلاقي. لا إزاي راقصة يعني إحنا بدل ما نشجعها بنحبطها بالعكس. وهو ده اللي مشكلتنا بتكون مع الأشخاص. يعني هو المفترض الصح في الاختلاف إن أنا أختلف مع الفعل. يعني لو شفت مثلا شيماء بتعمل حاجه غلط فاختلف مع الفعل اللي عملته شيماء واقول ده وانتقده، لكن احنا للاسف بننتقد بين السلوك والفرد. فنهدمه. هو غلط صحيح. فانا اهدمه بقى هو اصلا يعني شخصيه سيئه. بدي ارجع لنقطه يمكن انت بديتي فيها، مفهوم الخلاف والاختلاف، واحنا كلنا بنقرا التاريخ بس مع الاسف قليل منا اللي بيحاول انه يرسخ هاي القراءه او المبادئ الموجوده فيها بشكل او يظهرها بشكل عملي. هلا كلنا بنعرف انه حتى في زمن، خلينا نرجع لورا لعهد الصحابه والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، هلا منهج ابو بكر كان معروف باللين بالتواضع بالرفق وبالحسنى، منهج سيدنا عمر بن الخطاب كان معروف بالشده وبالحزم، كان حتى في نهجهم السياسي اثناء الحكم الاسلامي فتره مختلف. الحكم الاسلامي سيدنا عمر كان بيركز على شو؟ كان بيركز على مبدا العدل، كان على الحزم والشده. سيدنا ابو بكر الصديق من طبيعه شخصيته اللطيفه واللينه كان متعاطف كثير مع الفقراء والمساكين. هلا السؤال هون، هل انه سيدنا ابو بكر لما كان هو لين وهين ورقيق، هل معنى انه اسلوب سيدنا عمر في الشده والحزم خاطئ؟ قطعا لا. هلا هون الاختلاف ممكن يكون انا عندي اهدافي الشخصيه، رؤيتي الشخصيه، فكري الشخصي، وانت عندك بالمقابل برضه حتى لو كان في، وانت ذكرتي نقطه بغايه الاهميه انه هو المؤشر الصحي الطبيعي هو الاختلاف، لو ما كان في اختلاف خلينا نحط على مليون علامه استفهام. هلا اختلاف الشخصيتين هذول العظيمتين في الإسلام دليل واضح جدا على انه الاختلاف هو سنة كونية. هلا لما يكون في اختلاف في النهج لكن لو لاحظنا انه الاثنين كان هدفهم واحد، الهدف العام والرئيسي هو المواطن المسلم والدولة المسلمة، هو كان كيف انا ممكن اوصل للهدف بطريقتي باسلوبي مش هذا المهم. لكن كمان جميل. بدي ارجع لنقطة مهمة جدا انت ذكرتيها قبل شوي، انه انا دائما بنتقد الشخص، احنا ما تعودنا ننتقد الاشخاص، ننتقد السلوك، دائما بنركز على الشخصيات. والسؤال المهم جدا وهي من وجهه نظري الشخصيه، ليش دائما مصرين نحول الخلاف لصراع؟ يعني اليوم رح اذكر انا شغله مش من يعني من قبيل تعظيم الاخر بقدر ما هو انه توضيح مساله. لو رحنا للانظمه السياسيه في العالم ولا الاحزاب السياسيه في العالم، خلينا ننتقل الى امريكا اللي هي تدعي ان هي دوله الديمقراطيه، في أحزاب كتير بتختلف في رؤيتها في توجهاتها السياسية، لكن الهدف الأساسي وين بيصب؟ في بوتقة الدولة ومصلحة المواطن. خلينا نرجع لقضيتنا إحنا كفلسطينيين، نروح لما يسمى بالكيان الصهيوني. لا أحبذ أبدا أن أسميها دولة ولا أعترف بها كدولة. الكنيسة هي ليست دولة قطعا، هي دولة احتلال. دولة احتلال أنا أحبذ أن أسميها كيان احتلالي وليس دولة احتلال. ما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي يمكن انتم شفتوا وشفنا كثير حتى من احنا صغار بالمدرسه وقبل، انه دائما الاحزاب السياسيه عندهم فيها صراعات داخل الكنيسه قد تصل لحد الشتائم بالالفاظ السيئه، لكن في النهايه وين بتصب بمحد؟ يعني هل في حزب من الاحزاب مهما اختلفت اهدافهم الشخصيه والخاصه التابعه للحزب، هل اهدافهم الخاصه تناقض الهدف العام وهو الحفاظ على المؤسسات والدوله ومصلحه المواطن؟ قطعا لا. هي هاي النقطة الأساسية اللي احنا لازم نحاول انه نركز ونسلط الضوء عليها، انه الخلاف لا يعني ان انا يعني احنا كمان في عندنا نقطة هي سلبية كتير في العالم العربي، انه احنا دائما يا اما انا يا اما انت. طب ليه ما نكون سوا؟ ليه ما نكون مع بعض؟ خلينا ما نشملها بالعالم العربي لانه موجوده بكل مكان صراحه. اكيد يعني. اكيد بس يمكن نلاحظها عندنا اكثر. ليه انا بحاول يعني بحاول اقصاء الثقافه انكار وجوده لها علاقه بالاحساس بالتهديد وعدم الشعور بالامان. انا بعتقد فاطمه ممكن انت تفسرين لهذا الموضوع من ناحيه نفسيه، مساله عدم تقبلنا للاخر بسبب احساسنا بالتهديد من هذا الاخر. بالتاكيد. وبدي اضيف على شغله كثير مهمه واساسيه، هل نحن فاهمين لطبيعه الانسان البشريه؟ هل فاهمين أن الإنسان من فطرته يغلط ومن فطرته النقصان وليس الكمال؟ شغلتين لا تخليني أنا لا أقبل النقصان أو الخطأ على حالي، لا أنا ما لازم أغلط أو أنا يطلع رأيي ناقص، ولا بقبل الثاني اللي قدامي يغلط أو يكون ناقص. فالمثال اللي عطيتي مثلا امرأة راقصة، إيه يعني صار وتصرف التصرف نحن نعتبره أنه خاطئ، هي كانت معتبرته صح، تابت وتحولت لشيء آخر وعم تتصرف صح.
هل انا بقبل انها كانت غلطانه بيوم من الايام وهلا اقبلها صح؟ لا، انا لا بقبل هيك السياسات الغلط للاسف، انه انا لا بقبل اني انا اكون غلطان ولا الطرف الاخر انه غلطان. طيب شخص تصرف انه خطا لكن هلا عم يعطي راي صواب في موقف في سياق في مكان معين، هل هذا بيمنع؟ ففهمنا للطبيعه البشريه، لان احنا اصلا تكرسنا من احنا صغار ممنوع تغلط بالبيت، لما تحل وظيفتك ممنوع تجيب اقل من 10، لازم الكمال، لازم هي المثاليه الكماليه، جبت اقل من 10 انت اصلا مو مقبول لا من عائلتك ولا من حدا ثاني، مرفوض. فهنا شغلتين اساسيات لما نفهمهم بالطبيعه البشريه اللي هي طبيعه النقصان وطبيعه الخطا اللي هي من من منا نحن من اصلنا، نقدر نتقبل بالاخر. يعني انا ما بتقبل اني انا بغلط وانا بضعف وانا بمرض وانا رايي ممكن يطلع مو صحيح وممكن اغضب وانفعل واحكي كلام انا اصلا مو مسؤول عنه، بتقبل لما الاخر يحكي شيء، وبتقبل لما فيروز مثلا ممكن تقول لي شيء اي بتقبل، لانه مثل ما بقبل على حالي بقبله على الاخر. بس انا لما ما بقبل على حالي هذا الشيء النقصان والخطا يكون اصعب علي اني اقبله على الاخر. حتى لو انت حطيتي نفسك مكان الاخر، يعني ده مهم قوي. الاخر على فكره عنده ظروف وصلته لده عشان يقول كده، قد تكون ثقافته، قد تكون يعني تربيته، قد تكون دراسته، قد تكون ميوله اتجاهاته، في حاجات كتير جدا حتى جدا الضغوطات بتاثر، حتى الضغوطات فعلا اللي حواليه. يعني مثلا وضع مصر الان، انا يعني مش حابه اتكلم في السياسه قوي، لكن ايضا هو هم لعبوا على ده، لعبوا على الاختلاف عشان ينفرد بعض الناس اللي انقضوا على الحكم بحكمهم، فهم لعبوا على نقطة الاختلاف. في مصر حصل كده، في العراق حصل كده، في سوريا حصل كده، في اليمن الكوارث كان سببها ان برضو لعبوا على اختلاف العرقيات والاتجاهات. المشكلة ان احنا حتى الدين، يعني احنا ديننا الانقسام المذهبي ده مقبول، بدليل ان في انت عندك مثلا يقول لك المذهب ابو حنيفه النعمان، مذهب الامام مالك، تعدد المواهب، تعدد المذاهب رحمه. وحتى قالوا ان الاختلاف ده رحمه. يعني اختلف العلماء واختلافهم رحمه. لان انا قد مثلا الموضوع ده يصعب عليا شويه فاروح لمذهب اخر يعني يحل لي المساله، يسهلها لي شويه. انا ما عنديش القدرات الخارقه اللي عند داليا مثلا في جزء معين، ف ربنا سبحانه وتعالى جعل لي مخارج. ويعني الدنيا اسهل بكثير من الصعوبه على انفسنا، بنحب ان احنا نصعبها، بحس كده. يعني احنا عندنا المقوله العريضه اللي بتقول اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه، نقولها بس هو نقولها. تعرفوا مين اللي قالها؟ لمن تعود هذه المقوله؟ ترى لشخص مصري، اديب مصري، لطفي السيد الله يرحمه. الله يرحمه، مات الله يرحمه. لو كان عايش الايام دي اكيد كان يعني غير مقوله او غير رايه. فعلا بحيث الناس تبدا في قاعده مثلا فيها خلافات، وليكن خلافات حتى اسريه او عائليه، ويبداوا في الموضوع في البدايه مثلا ويحكوا يقولوا يا جماعه احنا بنتكلم هنا في قاعده عائليه، بس اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه. وتلاقي بعد كده بدات الخناقات والصراعات، مش هتشوفي ود اساسا. مثلا لو قاعده مثلا علاقات زوجيه مثلا، ودي سمعت عنها كتير، تلاقي خلاص الاب لا انا بنتي ما تغلطش، انا بنتي على حق دايما. وكذلك الاب بيدافع عن ابنه في الطرف الاخر، فتلاقي بيوت اتهدمت. اعرف ناس كتير في الخطوبه بتاعتهم اتفركشت بسبب ان هم اختلفوا على لون الانتري بتاعهم. يا رب. لا انت اللون بتاعتك قديمه جدا وكلاسيك جدا، انا عايزه حاجه مودرن. فانا بتخيل هل معقوله اختلاف الراي يوصل لدرجه ان احنا ننفصل عن بعضنا حتى في حياتنا العاطفيه وحياتنا الانسانيه؟ صح. انا حاسه ان الموضوع محتاج فعلا دراسه. ده شيماء اللي انت قلتيه ده، يعني في ناس بتختلف على حاجات تافهه جدا. صح. بس في كمان يا جماعه اولويات لا يمكن ان احنا نتنازل عنها. خلينا برضو يعني مثلا انا وشريك حياتي، اوكي، في حاجات اساسيات ما بيننا. هو مثلا موضوع الحجاب ده عنده اساسي في الحياه، فمش هفاجئه انا بعد 3 4 ايام جوازه اقلع الحجاب وامشي في الشارع واقول له لا احنا اختلاف اراء. اتفقنا على يعني حاجات اساسيه، اذا يبقى في حاجات انت بتاخديها من الاخر عشان يعني يكون في اساسيات ما بينكم وتكملوا عليها. هو ده اللي انا قصدي فيه. وفي ناس يعني انا لا يمكن مثلا اتقبل فعل الرجل الارهابي اللي دخل المسجد وعمل كده، واقول ده ممكن يكون له ظروف معينه ولا يمكن اتعاطف، ولا يمكن اتعاطف معه. يبقى هو الموضوع برضو فيه توازن. طبعا. يعني مش قوي ان انا ذوبان، يعني في فرق ما بين ان احنا نتقبل وبين احنا نذوب فيه. حتى فعلا العلماء بيؤكدوا ان انت مش معنى ان انت تتقبل راي الاخر معنى كده ان انت رايك ده تنسفه. لا بالعكس، انت خد رايك
وانت مقتنع بيه واسمع الراي الاخر ضيف منه وانت في الاخر هتقوم قناعه متكامله. بالعكس ده بيسري فكرك انت في الاخر يعني. فده اللي افترض يحصل. يعني تعرفي شيماء بناء انا برضو على كلامك كربطن شوي بين كلامك برضو وكلام فيروز بهذا الموضوع، مساله انه ليه مثلا بتصير هذه الخلافات على هذه الاشياء البسيطه وممكن تؤدي لانفصال. انا بشوف كثير من الناس طبيعه النفس البشريه برضو من ناحيه نفسيه تركا لما يشبهها، خلص انا تربيت بهذه الطريقه بهذه العقليه، عم بشوف هدول الناس اللي عم بيشبهوني سواء من ثقافه معينه بيئه معينه عرق معين، انا بشعر بالامان مع هذه الجماعه. فبصفي انه مساله التغيير او الدخول بأي شيء جديد مرعبة. هو عبارة عن مغامرة كبيرة صحيح. ومرعبة عن كثير من الناس. هذا الشيء اللي بيخلي كثير من الناس بشوف أنه فعلاً ما بتقبلوا لأنه هم حاسين بتهديد على حياتهم. وحتى أمين معلوف الله يذكره بالخير برضو لما كتب بكتاب يعني الهويات القاتلة ذكر عن هذا الموضوع، ربط مسألة الهوية بالقتل بشكل أنه الإنسان ممكن يشعر لما بيشعر بتهديد على هويته ممكن هذا الشيء يؤدي لمسألة أنه يفكر بقتل الآخر بشكل أو بآخر. تعرفي إسراء أنتوا يعني جميعا سلطتوا الضوء على مفتاح مهم جدا هي عملية الفهم. يعني أنت من شوي بتقولي أنه لازم نفهم طبيعتنا وتكويننا الداخلية وجيناتنا الوراثية المتنوعة. كمان شيماء وفيروز سلطوا الضوء على العلاقات حتى يعني ما بين أقرب اثنين لبعضهم العلاقات صحيح. الزوجية واللي يعني كتير بينشأ عنها خلاف بسبب عدم الفهم. هلأ أنتوا ذكرتوني بكتاب قرأته من مدة هو الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، ويمكن نستفيد منك أكثر. صحيح هذا الأكثر انتشار. إنه كان الكاتب يتحدث عن خلافاته هو وزوجته وكيف إنه هو بعد ما تطور وبلش يفهم ويقرأ كتير في هذا الموضوع بلش هو يضحك على نفسه، بلش يشرح طبيعة الاختلافات بين تكوين الرجل وطريقة تفكير الرجل ويعني انحصار وانسحاب الرجل إلى الكهف إذا كان هو في حالة ضغط أو كذا، طبيعة المرأة الثرثارة وكثرة الكلام. هلأ الفهم هذا للآخر والفهم لذاتي هي أنا بعتقد المفاتيح الأساسية اللي ممكن تخلينا فعلا نتقبل الآخر، ويمكن أنت تفيدينا فيه أكثر. بالتأكيد بالتأكيد حطيت إيدك على الوجع. بل التحدي ولا نبالي إذ كانت موازين القوى مختلة. عقدت حماس عقدت الأمور أكثر من يعني الوثيقة هذه أولا الوثيقة متناقضة بس أنا لا أتكلم عنها. أنت في مصر بدل ما تقول للمصريين افتح عن افتح عن إخوانكم المعبر افتح عن إخوانكم المعبر بتقولهم دايتوا على إخوانكم ليش يا جماعة. دخل الأسرى المضربون عن الطعام ضمن إضراب الحرية والكرامة يومهم الأربعين. في عالم تزدحم فيه الأحداث وتتعدد زوايا الخبر أحداث تدفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام وأخرى تعيدها إلى الوراء. نرصد الأخبار وانعكاساتها على الإنسان، نحلل الخبر، نسابق الزمن ولا نكتفي بما ظهر. أضواء على الأحداث، الخبر بأبعاده المختلفة. ما هي الخيارات المتاحة للسلطة وللمعارضة الجزائرية أمام التطورات المتسارعة التي تشهدها الأوضاع؟ وجولة جديدة للمفاوضات حول نزاع الصحراء في سويسرا بحضور كل الأطراف، فهل تحمل الجديد؟ وفي تونس تدريس مادة التربية الجنسية تثير جدلاً واسعاً لدى الرأي العام وخلافاً حاداً في الطبقة السياسية. هذه المواضيع نناقشها في برنامج محطات مغاربية يأتيكم الاثنين الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش. كلما أشرقت شمس نهار جديد بدأت قصص وانتهت أخرى، ومع كل فنجان قهوة نعلن حبا أصيلا للحياة. نتحدث عن العرب ومعهم في دردشة صباحية لكل العرب. أسرار علوم
الفكرة من المحيط إلى الخليج وفي القارة الأوروبية لكل العرب وإلى كل العرب. مجلة يومية للأسرة العربية في الوطن والمهجر تأتيكم في الأوقات التالية. خاطراً ثم فكرة، ثم يروي القلب الفكرة حتى تزهر، وكل فكرة لم يروها قلب حي تموت. أما الفكرة التي تموت القلوب في سبيلها فهي الباقية. البعض يرحل ليبقى، جمال خاشقجي، القلم المغدور. القلم المغدور. لأننا نعتبرك شريكاً في صناعة المحتوى، فقد خصصنا لك منصة شارك ليصلنا رأيك وسؤالك بالصوت والصورة في برامجنا التفاعلية كيف الصحة؟ لكل زمان ومكان، استشارات قانونية. منصة شارك تستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم بالصورة ومقاطع الفيديو على خدمة سكايب أو الإيميل. شارك لتكون لك الكلمة. هذه الدولة ليست دولة الشعب، هذه الدولة دولة عصابة. هذه العصابات تحرس مصالحها ولا تأبه إطلاقاً لمصالح الشعب. يتمكن هؤلاء العسكر من وضع الشعب المصري بأكمله في قفص الاتهام لما قصر. الشعب المصري بأكمله في قفص الاتهام لما قصر. الرئيس الذي انتفض الشعب ضده يأتي ليشهد ضد الرئيس الذي انتخبه الشعب. المشهد كله عبثي في مصر، وعبثي أحياناً يتجاوز الكومي كتراجيديا. ما فيش في أي نوع من المنطق. هذه دولة تستعصي على الإصلاح بالداخل. هي محاولة لتصوير لشيطنة التغيير الذي حصل، وكأنه محاولة للتصحيح وطي هذه الصفحة. يعني الدول الغربية التي كانت تستعمر هذه البلدان لن يسرها أن تصبح هذه الشعوب حرة. نقطة مهمة عزيزتي داليا وعزيزتي إسراء، الله يعطيكم العافية على ذكرى، اللي هي بتمنعنا من تقبلنا للآخرين، هي الخوف من المجهول. الخوف من إني أنا شيء ما بعرفه فتلقائيا أنا برفضه. عشان هيك أستاذ من أساتذتنا بعلم النفس قالنا إياها، إذا كنت لا تعرفه لا يعني أنك ترفضه. أي معادلة، لكن هي معادلة بديهية، بس نحن عنا بعقولنا كتير بسيطة أنه خلص ما بعرفه، خلص اللي بعرفه تمام بركن له حتى لو غلط، بس اللي ما بعرفه أيا كان صح أم خطأ مرفوض، لأنه مثل ما قالت بيشكل لنا خطر، بيشكل لي خوف. أنا اللي بعرفه هذا المألوف بحدوده هذا اللي أأمن له، أما خارج حدودي هذا حتى ما بحط احتمال أنه ممكن يطلع صح. فمن الشغلات المهمة اللي بالتوعية نحن بنشتغل عليها حتى بالغرب، يعني أنه لما بتطلع الغرب إذا شيء أو شخص أو ديانة أو أي شيء أنت لا تعرفه، رقم واحد مو بالضرورة ترفضه، خذ خطوة هدي وتعرف عليه. اثنين، هي الخطوة اللي قلتيها اللي كتير مهمة، اعرف طبيعة الشيء، طبيعة رايحين على بلد جديدة، على ثقافة جديدة، على مجتمع جديد،
شو بنعرف عنهم نحن؟ شو بنعرف عن طبيعتهم؟ شو بنعرف عن علاقاتهم؟ عن أسرهم؟ وعلى فكرة فاطمة، القراءة عن الآخر ممكن يثبت مفهومك، ما تخافش. يعني مثلا لما بنقرأ عن الأديان الأخرى بنحس قد إيه إن الإسلام دين رحمة جدا، وإن الإسلام كان يعني حافظ على الشخص لدرجة غير عادية وأعطاله حرية كبيرة جدا. الإسلام لا يقيد أحد. أنت كامرأة تقدري يعني تعملي كل حاجة في الدنيا في تشريع ربنا سبحانه وتعالى حطهولك كده هوت، بس مش عشان يضايقك، عشان يحافظ عليكي. فأنت لما بتقرأي عن الأديان الأخرى ما تخافوش. يعني في أولياء أمور بتخاف جدا جدا إن تلاقي مع ابنها. على فكرة أنا قرأت كتير من الإنجيل، والإنجيل محرف طبعا في كتير من أجزائه، قرأت وأنا في الثانوية العامة، وده على فكرة سن خطر، يعني سن خطر لتقبل أي حاجة تانية. بس أهلي لم يمنعوني، بالعكس شجعوني. في نفس الوقت كنت بقرأ عن ديني، يعني كان في بالتوازن. يعني قد إيه عرفت قيمة الإسلام لما قرأت عن الأديان الأخرى، قد إيه عرفت صحة الإسلام وصحيح الدين. أنا يعني بشوف دايما إن المسلمة أو المسلم اللي داخل الدين كده بالحب، وطبعا الدين كله حب، والله سبحانه وتعالى يتعامل مع القلوب في حب وفي كره في الاثنين عشان صح. لأنه النفسانيين بيوزنوا بين كل المشاعر. احنا كل مشاعرنا لغرض، حتى الكراهية موجودة عندنا ولغرض. صحيح. فأنا بقول لك القراءة عن الشيء الآخر المضاد قد يثبت أنت تفكيرك في هذا الأمر. فمفروض ما تخافش الأم أنها تلاقي مثلا كتب مغايرة للفكر، بس تعمل توازن في نفس التوقيت. زي ما حصل لي نفس الموقف بالضبط، وأنا بقول لك سن الثانوية العامة بالذات أو السن الثانوي، أنت لسه في انفتاح شديد جدا في عقلك، وممكن تاخدي كل الأفكار وتقتنع بيها، لكن بالتوازن عن قراءتك للآخر. وطبعا كمان مثلا الدين الإسلامي عمل إيه حتى مع أصحاب الديانات الأخرى. الإسلام وصى عليهم، وصى بالتعامل معهم بشكل من شاء فليؤمن، يعني فدي يكون بينكم بأبسط مثال. في حوارات معهم على القرآن شفت ربنا سبحانه وتعالى وضع الحرية في إيه؟ فالدين في عبادة الله عز وجل. فما بالي أنا، ليه أنا بسلط نفسي على الشخص اللي قدامي أقول لازما يبقى زيي شبهي، لازم ابص الاقي في اكني بصه في المرايه ليه؟ وكاني انا محور الكون، وكاني انا الصح وغيري مو صح. صح. بدي اقول لك شغله مهمه، انه القراءه في الاديان تنشئ رحمه عنا تجاه الاخر. فنحن احدى الفعاليات اللي بنعملها هون لانشاء تعاطف ورحمه بين ابناء الثقافات المختلفه، نقول له تعال مثلا شخص تركي يكتب رساله بلسان طفل سوري يبعتها للوالي مثلا. جميل. او رساله باسم حدا تركي عم يبعتها لحدا سوري. فتخيل السوري لما يحط حاله محل التركي اللي قاعد ببلده واجوا لعنده ناس سوريين، او التركي اللي يحط حاله بمحل السوري وعايش تحت الضرب والقتل وكذا، واجا اضطر يبدل بيته ولغته ومجتمعه. فلما يكتب هاي الرساله، رساله التعاطف، بصير عنده مشاعر رحمه، بيحط حاله لثواني. يعني حتى الزوج اللي دائما بيتهم مرته انت ما عم تعملي شيء، عود شوي اكتب لك رساله بس شوف المره شو خلصت خلال نهارها، شو عملت، تستوعب كمية الإنجاز. كلامك فكرني بقصة سيدنا اللي هو صبرا قال ياسر فإنما وعدكم الجنة، لما نطقوا كلمة الكفر والصحابة كلهم راحوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص كفر. فصلى الله عليه وسلم وضع في الوقت ده أكنه بيقول هم في وضع آخر، الإيمان في قلوبهم، ولكن ما نطقت به لسانهم ده حاجة تانية. شوفي يعني نطقوا كلمة الكفر صحيح، ده اللي بعده إيه؟ صحيح. لكن انت لما وضعتي نفسك في الظروف بتاعه الاخر والتعذيب الشديد، وهذا ما يجري في بلادنا العربيه، في ناس كتيره جدا يا جماعه تحت ضغط شديد، ما بتضطرش ان هي، يعني بتضطر اقصد ان هي تقول كلمه مجبر عليها او كلمه مجبره عليها او كلمه مش مقتنعه بيها. وانا اضع نفسي بقى موضع القاضي وحاكم الناس. افتكر مقوله نحن دعاء قضاة، دي جميله جدا رائع. من المقولات الرائعه. نحن عباد، لو عملناها في نحن حياتنا نحن بعد كل شيء عباد، نحن كلنا بالغلط، كلنا ناقصين، ما في حد معصوم، كلنا فينا عيوب امام الله، بس قبلناها. يعني كلهم في كلمه كثير حلوه انه لا تقل ان انا مؤمن، قل انا مستور. كلياتنا ماشيين بستر الله عز وجل. فمثل ما الله ستر علي، انت استور علي غيرك مشان رح يجيك يوم. ذكرتي نقطه مهمه فاطمه، هي مساله الرفض.
رفض للآخر. ويعني كلامك ذكرني بمقولة لسيدنا عمر قال: لا خير فيكم إن لم تقولوا، ولا خير فينا إن لم نسمع. هاي بتأكد على مبدأ الحوار، إنه أنا لازم من حق الآخر أن يكون له رأي، وهو يعني حتى سيدنا عمر وصفه إنه ما فيك خير لو أنت ما عبرت عن رأيك، ما حكيت. بالمقابل واجب على الطرف الآخر إنه يسمع له، وأيضا نفى الخير عنه لو هو ما يسمع. هلأ فكرة الرفض وفكرة عدم تقبل الآخر وعدم الحوارات البناءة والإيجابية، هاي خلقت نوع من الأزمات، وهي اللي يمكن حولت الخلاف إلى صراعات، أو الاختلاف عفوا، حولت الاختلاف إلى خلاف وصراع. نرجع كمان ل يعني موضوع التنشئة. نحن في بيوتنا بالأسرة الطفل هو صغير، دائما الأطفال وهذا شيء طبيعي بينهم بيتخانقوا، خلاص بتحول الأمر أو الخلاف بينهم إلى صراع، وطبعا بيتدخلوا الأهل لحل المشكلة، وبترجع تتكرر المسألة مرة واثنين وثلاثة. فبينشأ على أنه دائما أي اختلاف في وجهة النظر بيني وبين أخوي حتى في داخل الأسرة الوحدة لازم يتحول إلى صراع وتدخل أطراف خارجية لحل المسألة. طب ليه هذا الطفل ما ينشأ ويعود من هو صغير على تقبل الآخر، على أنه يحاول يعني يأخذ الأمر معه من خلال الحوار والنقاش والإقناع؟ ليش دائما صحيح، ليش احنا دائما حتى الطفل بينشأ على انه يحول دائما الاختلاف الى صراعات؟ هاي كمان علامة استفهام. يمكن ده اللي اكده ستيفن كوفي كان بيقول مقولة: احنا لما بنخش حوار مش بنخش عشان نسمع بعض. هو طبيعي ان قاعده بجلسه يمكن انا بسمع فيروز شويه وبسمع اسراء بسمع فاطمه، بحاول ان انا يعني اسمع منكم كلكم وبعد كده هقول رايي. لا، هو ستيفن كوفي بيقول احنا لما بنخش حوار بس بنسمع علشان خاطر ارد واقول اللي انا عايزه، حتى ممكن تكون الناس قاعدين معاك في الحوار كلامهم وقع منك وانت مش واخد بالك. فانا فاكره ان انا كنت حضرت زي ورشه عمل كده لاداره فن الحوار، وضربوا لنا كده قصه حلوه قوي. قالوا لنا تخيلوا لو في ثلاثه اكفاء عميان يعني مش بيشوفوا، ودخلناهم غرفه، والغرفه دي قلنا لهم ان فيها حاجه جوه، فيها كائن جوه، هو الكائن ده هو فيل. وقالوا لهم قولوا لنا انتوا الثلاثه انتم شفتم ايه جوه؟ فهم طبعا مش بيشوفوا، فواحد قال ان انا شفت عمدان موجوده على الارض، وواحد قال انا شفت مكنسه، وواحد قال انا شفت ثعبان. طبعا هو كل واحد منهم مسك حاجه، واحد مسك رجل الفيل، هو واحد مسك تقريبا الديل بتاعه، وواحد مسك الخرطوم بتاعه تقريبا يعني. فطلعوا بعد كده كل واحد: ها انت شفت ايه، او انت حسيت بايه، وانت حسيت بايه، وانت حسيت بايه؟ فكل واحد قال: لا انا متاكد ان هو مكنسه، انا متاكد ان هو ثعبان. فهم ابتدوا ان هم يتخانقوا مع بعض: لا انا اكيد على صواب، انا حسيت، انا مسكت الملمس بتاعه. هم يعني بيدافعوا عن وجهة نظرهم، بس هم مش كذابين يعني، هم كل واحد اللي حاسه ومعتقداته وخلفيته اللي هو الباك اب بتاعته في الخلفيه بتاعته بنى عليها توقعه ايه للشيء اللي قدامه، لكن هم مش كذابين يعني. فهو ده كمان احيانا بيحصل واحنا قاعدين في قاعده. هي ممكن تكون على فكره شيماء مش بتتصدع على الراي ده، او مش هي مش الفته او كده، لكن هو ده رايها وجهه نظرها، فانت تقبله، خد بيه تاخد بيه، مش عايز تاخد بيه خلاص، هو مش على الحقيقه اللي انت شايفها فاتركها. هو ده الفكرة مع الآخرين، أو مع زي مثلا مثال مثلا بيكونوا في مربع سياسي مثلا، وكان مثلا ده موجود عندنا كتير يمكن في مصر يا فيروز، اللي هو حد يقولك لا ده كان مع الانقلاب ومع السيسي، فأنا مش هقبل أبدا أنه هو رجع للمربع بتاعنا، يرفض التعامل معه، أنا مش هتكلم معه نهائيا، أنا ويبدأ يجلده بقى جلد الذات، غلط يعني ارتكب خطيئة. هو ليه هو راح رجع حاسس ان هو ندمان، حاسس انه. وانا صراحه هنا بنخش بقى في النيه يعني، هنا في جزئيه في تقبل الاخر واختلاف الاراء، احيانا بنحكم على الناس بالنوايا بتاعتهم، وهنا دي مش بتاعتنا صح. يعني انا ليه بالظاهر وبعد كده الباطن يعني ربنا مطلع عليه. وبعدين سامحونا كلياتنا آراءنا جميلة. بدي أسأل، أنا الصواب له وش واحد يعني؟ بس معقول الصواب عند شيماء؟ أكيد لا، هذا اللي نحن الغالبية ما بيعرفوا، إنه الصواب ممكن يكون له عدة أوجه، ممكن يكون لونه هيك يعني. كلهم اللي حكوه هدول تبعوت الفيل، الثلاثة كانوا على صواب، ما حدا كان فيهم على خطأ. فالصواب ما له احتكار عند شخص واحد، وما له وجه واحد، وما له يعني كتير محدد الأشياء اللي بحياتنا اللي فيها بس الصواب احتمالية واحدة. يعني نحن بنعرف ان الله واحد مثلا، هي حقيقه ثابته عنا ما لها تغيير، بس قد ايه نسبه الصواب اللي هيك عن جد لا يقبل اي احتمالات اخرى؟ كثير قليله بحياتنا، والا حتى بنظرتنا لشيء سياسي، لنهضه البلد، لاصلاح البلد، هذا صواب وهذا صواب وهذا صواب وهذا صواب، بس نعرف انه الحقيقه ممكن يكون لها عده وجوه للصواب، هذا كمان خطوه من خطوات التقبل. مش بس هيك، في نقطه جدا مهمه كمان اثرتوها، مساله هل قبول الاخر يعني اني عن جد اتقبل رايه؟ يعني في كثير من الناس مرات بتخاف مثلا، على سبيل المثال يعني في الاوساط الملتزمه والاوساط التي تحرص على تطبيق الشريعه الاسلاميه، بيجي بيحكي لك انه هذا الشخص لا يطبق شرع الله. طب ماشي، ما اختلفنا، انت اقتنعت انه لا يطبق شرع الله،
هل هذا يعني انك لا تتقبله؟ لابد انه احنا نفهم انه التقبل يعني التقبل الانساني غير المشروط بغض النظر عن فعل الاخر، وانه التقبل الانساني غير المشروط لا يعني انه انا اوافق على فعله. يعني في مساله مثلا غزوه حنين والثلاثه الذين تخلفوا عن هذه الغزوه، ولما تم عقابهم واصدر الرسول عليه الصلاه والسلام مساله عقابهم من قبل كافه الصحابه، الفكره في الحديث الموجود في الاربعين النوويه اللي وصف هذه القصه بالتفصيل، قال عن احد الاشخاص بئس ما فعل. فرق بئس ما فعل مش بئس هذا الشخص. هذه نقطة جدا مهمة. أوكي هو سلوكه خاطئ، ما اختلفنا، إحنا ما وافقنا على سلوكه، لكن هذا لا يعني أنه نقصي هذا الآخر، لا يعني أنه إحنا نتقبله تماما، نخرجه تماما من المعادلة. كثير من الناس بتوصل لمرحلة أنه بسبب عدم قبولها لفعل أو سلوك، بسبب قناعة معينة بغض النظر هذه القناعة كانت تابعة لدين أو عرق أو حزب أو أي ثقافة أو ما إلى ذلك، توصل لمرحلة إنها مستعدة بالفعل تلغي هذا الآخر من الحياة وكأنه لا يستحق أصلاً الوجود. وإلا مثلاً على سبيل المثال، هاي واحدة من سلبيات الدول الحديثة، أنا بشوف يعني من تدعي الديمقراطية فعلياً. أمريكا لما بدأت إنشاء دولتها الحديثة والحلم الأمريكي والأمريكان دريم هذا ما عرف فيها، هي فعليا نشأت على أطلال وعلى جثث أهل البلاد الأصليين اللي وصفتهم أو أخرجتهم فعليا من دائرة الإنسانية حتى تشرعن قتلهم. أيضا مسألة الحرب اللي كانت بين البيض والسود، هم فعليا بالثقافة الغربية البيضاء، حتى بكثير من كتبهم في تصنيفات في الأدب على سبيل المثال اسمها الأدب العنصري، كانوا يصنفوا هدول الأشخاص وكأنهم ناس من الدرجات، مش بس يعني درجة ثانية أو ثالثة أو عاشرة، لا، في كثير منهم كانوا يوصفوا بأنهم حتى من غير البشر. حتى على سبيل المثال الصهاينة لما دخلوا إسرائيل، إيلان بابيل اللي هو المؤرخ الإسرائيلي المناهض للصهيونية نفسه يعترف ويقول في كتاب التطهير العرقي بأنه واحدة من الأمور اللي كانت تخلي الجنود الصهاينة قادرين على أنهم يقتلوا الفلسطيني إيش؟ أنهم وصفوا عندهم أنهم هذول مش بشر، ببساطة شديدة أخرجوهم من دائرة البشرية. فهي فكرة موجودة عند كثير، للأسف كثير من الفئات تخرج الآخر من دائرة البشرية، فبتصير بتشرع عن قتلها وبتشرع عن إقصائها. وكمان إسراء، أنا عايزة أقول لك يعني المثال اللي أنت ذكرتيه في غزوة تبوك والثلاثة اللي خلفوا، غزوة تبوك وليست حنين، أنا يعني كمان عايزة أقول حاجة، إحنا نستقي من السيرة النبوية اللي فعله الصحابة أيام النبي، مش فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني في حاجات كانت مختصة بسيدنا النبي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي نزل عليه الوحي، ويعني مفروض أنه هو بيقود الأمة كما أراد الله سبحانه وتعالى لها، فهو ليه تصرفاته الخاصة مع أمته. لما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة اللي خلفوا عن الغزوة، كان بيربي فيهم شيء، مش معنى كده ان انا استقل، ان انا سمعت الجزء ده تحديدا، ان في ناس يقولوا ايه، لا نلقى عليهم السلام، ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي خلفوا عن الغزوة يعني امر في وقت من الاوقات ان حتى السلام. طيب انت، هل انت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل انت نصبت نفسك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يوحى اليه؟ يعني صلى الله عليه وسلم ما فيش اي امر اخده من هوى نفسه، ده ربنا هل انت يوحى اليك؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى اللطف اللي كان عليه سيدنا النبي، هو ده الاولى ان احنا ناخده. يعني لما واحد دخل له قال له يا رسول الله كسرت دندنتكم، انتوا بتتكلموا ياما قوي وحاجات ياما جدا وتشريعات وصلاه وعباده وحاجات كتير، انا متلخبط فمش عارف. هي دي قدرات الرجل صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ قال له انت عارف ايه؟ قال له انا عارف لا اله الا الله محمد رسول الله. قال له وحولها ندندن. اخذ نقطه الاتفاق، وتعال هعرفك واحده واحده، مش هاجي اللحظه دي اعمل يلا، لا لازم ده 1 2 3 4 5، ازاي ما بتعملش كده كل ده وانت معانا في الاسلام ما بتعملش الكلام ده؟ لا تعالى بقى، ده انت حكايتك ما حصلش ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم منتهى اللطف، وحولها ندندن، وبعدين هيقعد معايا وهيكلف اخرين للمتابعه معايا. هو ده المفروض نستقيم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إسراء ذكرتني موقفين أنا شهدتهم ويمكن أثاروا انتباهي. الموقف الأول كنت شهدته من فترة، يعني ما بين 2 شباب أصدقاء أنا بعرفهم، واحد فيهم بلغة الدارجة فري شوي والثاني ملتزم. فالشاب الفري جاي للشاب الملتزم بقول له شفت تامر حسني طلع أغنية دينية،
يعني تحدث في الدين وإسلامية، قال له أعوذ بالله أنا هذا رجل فاسق وأغاني ماجنة ولا لا يمكن أسمع، يا ابن الحلال أغنية دينية خدها. رفض رفض قاطع. طيب يعني بس قد تختلف، الحق انه يرفض. أيوة. له الحق انه يرفض. ايوه اكيد ما بتقبل رفضه. اتقبل رفضه صحيح. بس انت يعني بغض النظر عن انه هل يعني سلوك تامر حسني خطا او صح او كذا، كانه اقصى تماما. ايوه اقصى. وانت حكمت عليه بانه انسان خلق، يعني هل انت خرجته من رحمه الله؟ احنا ما بنقول انه والله لازم يكون تامر حسني هو الملائكه او الشخص الصح 100%، لكن هو حكم على الرجل من خلال بعض الأغاني اللي هو إحنا ممكن نعتبر إنه هي مش ملتزمة. هذا واحد. فهو مجرد على طول أطلق حكم يعني هي مش بعض لو سمحت، هي كل الأغاني اللي هي السمة الغالبة، لكن السمة المتطرفة عنده إنه نزل هالغنية. وهنا نبلغ وقولولي لا عشان نعمل بأسبوت شايف نجيب كنتوا الاثنين بس إنه عم نفكر شو معاييره هذا الشخص لما رفض. ما قصدت معاييره صحيح أكيد، هو المعايير بتختلف من شخص لآخر، لكن ما قصدت إنه هو أطلق حكم مطلق على الرجل أو على الشخص. الموقف الثاني اللي صار الأسبوع الماضي، كانوا نزل خبر أنه لأول مرة اليهود يغلقوا المعابد يوم السبت تضامناً مع ضحايا المسلمين. هلأ إحنا ما يعني هو شو كانت نيته؟ طبعا احنا بنعرف انه هدول يهود، يعني ما فيش كلام اكيد ما راح يكون تعاطفهم معنا، بس النقطه هاي ايوه هذا اللي انا حبيت. ايوه هي هاي النقطه اللي انا حبيت. يهود كثير تضامنوا على فكره صحيح. احنا ما عندنا تمييز ما بين الصهيونيه وما بين اليهودية كديانة. هلأ هو كيهودي أنا ما برفضه، أنا كمسلم أتقبله كديانة أخرى، لكن أني أربط اليهودية بالصهيونية أن أنا أرفض كل اليهود كبشر أو يعني كإنسان لمجرد ارتباطهم بالصهيونية كحركة معادية لنا وهي احتلت بلادنا، هذه قمة الخطأ بغض النظر عن هو شو كانت نواياه. فهون يعني برضو برجع، يمكن هاي موقفين بذكروني بالنقطة اللي انت ذكرتيها، الرفض المطلق انه ممنوع ما بدي اسمع. ليه؟ طب ليه؟ طب هلا انت لو سمعت له او تحاورت معه ممكن انت تكسب فيه اجر، ممكن ياخذ منك، يمكن صارت شغلة حلوة الايام هاي بنشهدها في نيوزيلندا، انه كان بالأمس كمان خبر عن أنه الشرطة النيوزيلندية بتاخد دروس عن الإسلام في نفس المسجد اللي حصلت فيه المجزرة. هلأ ممكن يكون هاي بوابة لهداية شخص مسلم، الله يسرها. ليه أنت صحيح صحيح، فأنت ليش ترفض الآخر؟ مع أنه أنت يعني في مقولة إحنا بنعرفها، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من الدنيا وما فيها أو من حمر النعم. هلأ انا مجرد ان انا رفضت الاخر معنى انا خسرته، في حين انه ممكن اكسبه كانسان وممكن اشده لناحيتي، ممكن يقتنع بفكرتي اذا كانت هي فكره صواب، وممكن اكسب فيه اجر ويدخل ديني. تسمحي لي داليا اسالك طبعا. شو معنى التقبل؟ شو مفهوم كان عن تقبل الاخر؟ لانه هذا شيء بيرسخ نظرتنا كلياتنا، لانه شفت كل حدا عم يحكي من جانب. فاذا كان التقبل لا مشروط مثلا، هل في شيء اسمه تقبل لا مشروط بالفعل؟ انت بقى لخصينا لانه قربت الجلسه. هذا اختصاص لخصينا. بالنسبه لي انا بعتبر تقبلي للاخر هو احترامي لحقوقه، احترامي لحريته بتعبيره للراي، لا يعني اني انا اخذت بكلامه ولا اني وافقته ولا اقررت عليه، لكن انا احترمته سمعت له وما صدرت على حريته فقط لا غير. يعني هذا قمة التقبل اللي أنا بديها. بس تقبل لا مشروط، لا في شغلات إذا تجاوزت حدودها وتعدت علي وعلى مبادئي، لا أنا هاي مو اسمها تقبل للآخر. صح نعم نحن نستحق.